حالات وصفات سكينه. اليوم غادي نقدم لكم طريقه تحضير لاباط سابلي، عجينه سابلي. بالنسبه لاباط سابلي غادي نحتاجوا فيها 200 غرام ديال الدقيق الابيض اللي كيكون من قبل المغربل، غادي نحتاج واحد 100 غرام ديال السكر غلاس، وغادي نحتاجوا 100 غرام ديال الزبده، ساشي فاني، بيضه، تقريبا واحد 50 غرام ديال البودره ديال اللوز. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي ناخذ الدقيق ديالنا، غادي نضيفوا له واحد القبيصه ديال الملحه، كنضيفوا له الزبده وغادي نخدموه مع بعض مزيان حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون مرمل. تنخدموا الخليط ديالنا مزيان، صافي كنبقاو كنخدموا الخليط ديالنا بحال هكا غير برؤوس الاصابع. بالنسبة لبودرة اللوز كتبقى اختيارية، دابا غادي نضيف هاديك الساشي ديال الفاني، وغادي نضيف السكر، وغنضيف بودرة اللوز، صافي كنخدمو الخليط ديالنا بحال هكايا. أول خليط ديالنا كيفاش كتشوفو كيفاش كيولي، ودابا غادي نجمعو بهاديك البيضة اللي بقات لنا. صافي فاش كنضيفو البيضة كنجمعو غير بصبعنا بحال هكايا حتى كيتجمع لينا الخليط، ما كنعجنوهاش حيت منين كنعجنوها كتجينا مدقصة، ما كتجيش فيها هاديك التقرميشة. صافي هي العجين ديالتنا بعد ما كنجمعوها، صافي كناخذوا العجينه ديالتنا وكندلكوها في على المائده ديال العمل غير مره واحده بحال هكا كنديروا مره واحده، صافي كنجمعوا العجين ديالنا. صافي هي العجين ديالتنا بعد ما كنجمعوها كنعاودوا نديروها في الباسين، غادي نغطيوها بواحد بلاستيك الغذائي وغادي ندخلوها للثلاجة تقريبا واحد نص ساعة، وعاد ديك الساعة نتلاقاو. بعد ما كتكمل 30 دقيقة كنخرجوا العجين ديالنا كنسرحوه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كنرشوا بشوية الدقيق بطبيعة الحال، وغادي نقطعوها على حسب الشكل على حسب القالب اللي غادي نخدموا به. انا غادي نخدم بهاد الطويسات هادو صغيورين، صافي كناخذوا اون بورتو بياس وتنقطعوا بها. ودابا غادي ناخذ العجين ديالي باش غادي نعمر بها. المهم على حسب القالب اللي غادي نخدموا به نتومايا، صافي كنضغطوا بحال هكايا هاد الفائض ديال العجين، كنولوا بحال هكايا كنحيدوا هاد الفائض. صافي كنعاودو كنقادو بحال هكايا نحمرو هاد الحفيرات هادو، صافي نوريكم واحدة أخرى. بالنسبة للقوالب اللي كنخدمو بيهم إلا كنا غادي نخدمو عجينة الصابلي أو عجين بات بغيزي، ما كندهنوش القالب كنخدموا به حيت كيف ما كنعرفوا فيه الزبده، صافي دابا غادي نحيد الفائض ديال العجين.
صافي هشكل اللي حصلنا عليه. انا غادي نكمل بحال هكا، انا عمرت الطبيصات ديالي، من بعد منين غادي نكملهم كاملين غادي ندخلوهم الثلاجه تقريبا واحد نص ساعه او ساعه الا ربع، من بعد غادي ندخلهم الفران حتى كيطيبوا، وغادي نزولوا لهم القالب ديالهم ونخليهم يكملوا في الطياب ونتلاقاو ديك الساعه. لاباط صابلي ديالنا بعد ما خرجنا من الفرن كنخليوه حتى كتبرد تماما وكنزينو على حسب الطوق ديالنا، فتابعوني في فيديوهات الماجيني ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تزينوهم. فما تنساوش ديروا جيم فيديو وتبارطاجيو مع حبابكم وصحابكم، تابعونا معنا في لاشين باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. بالصحه وراحه الى وصفه جديده ان شاء الله.